ده كده من الجردل دي الاسترنج الكروس جردل ده الاسترنج تمام. دلوقتي الكروس جردل احنا عاوزين ندرس الكروس جردل. اول حاجه اديتني اللون بتاعها بناخده 4/10 ناخده حوالي 4/10 طن على متر طول ده المهم. طيب ايه بقى الديبلو الثاني اللي شايلاه؟ شايله السلندر، شايله الكروس جردر، شايله ارض السليبر، شايله برضه القضبان، شايله برضه البريزم صح؟ تعتبر شايله الاحمال بتاعتين الاخر بتاعت السلندر زي الاورنمنت بتاعها. طيب ما انا عندي ادي ده كروس جردر اهي مش ده السلندر يعني شايله نص السلندر ده شايله نص السلندر ده. يعني انا لو عرفت الدبل اللي جاي على السلندر هفضل اضربه في السبيسنج يبقى جبت الحمل المركز اللي جاي فين؟ الكروس جردر بالظبط. انا هنا لما محتاج اوسع محتاج اعمل حاجه عندي مكان ثابت اقدر اجيب الحمل بتاعي صح ولا غلط؟ طيب الحمل الموزع كنا جايبينه من شويه بيساوي كام؟ دبليو دي اللود كله بتاع المحظوظ السترينجر كان بوينت 4/7 المفروض ده اضربه في النص من هنا لغايه النص من هنا اجيب ايه؟ الحمل المركز اللي هو هنسميه ار بتاع دبليو على ايه؟ على الكروس جردر. يبقى انا عندي الار هتساوي هتساوي كام؟ ارتيتود بوينت 4/7 هتساوي بوينت 4/7 6 في 6 تطلع كام القيمه دي؟ 82 82 طن. وعندنا احنا نوزع كذا نيجي واخدين الكاميرا دي بالشكل ده. الكاميرا دي طولها قد ايه؟ اجمع الكلام ده كله مفيش سبيسنج بقى دي الكاميرا ده طوله 8 × 7 عندك 8 × 4 زائد 1 × 10 8 × 9 8 × 9 يبقى عندك دي كلها 8 × 9 متر. متقسمه بقى عندك ادي حمل 2 3 4 الحمل الاول على مسافه 1.8 يبقى ادي الحمل الاول الحمل الثاني الحمل الثالث الحمل الرابع كل حمل من ده 2.8 صح؟ وعندي حمل موزع من الاول للاخر مقداره كام؟ بوينت 4 طن على متر كيوب. فاحنا عندنا المسافات دي كده واحد وثمانية واحد وثمانية واحد وسبعة واحد وثمانية واحد اروح ارسم شكل الانفرنس لاين بتاع المومنت واروح ارسم برضه شكل انت الاصلي بتاع ايه؟ الشير. ما هو كده كده انا مفيش تغيير في الاحمال هو الحمل مكانه هنا ثابت ما اقدرش اغيره تمام؟ فيبقى شكل انت الاصلي بتاع الشير عامل ازاي؟ عامل كده ده واحد وهنا الطول اللي هو 8 و9 على الاربعه فات كام؟ 225 هات لي بقى القيم دي كده في 2 تاني 10 2 225 2 225 ماشي هات لي بقى القيمه دي كده يبقى عندك 3 و6 على 8 و9 او النص 8 و9 كام؟ 4 4 5 4 ده تساوي 1.8 1.8 9/10 9/10 والقيمة دي بقى بوينت 2 بوينت 4 بوينت 6 تقريبا تقريبا كده اروح اجيب هتساوي كام؟ اضرب كل واحد في يعني 2.82 اضرب فيه بقى 9/10 في 2 زائد 1
8 من 10 2 زائد الحمل الموزع اللي هو 0.4 في نص في 8 من 9 من 10 في كام؟ في الارتفاع اللي هو 2.225 هتساوي كام دي؟ وعندك الشير للود هيساوي 2.8 2 افتح قوس 1 زائد 2.8 زائد 2.6 زائد 2.4 زائد 2.2 زائد 2.8 2 برضو في نص 8.9 كام في 1 هتساوي 5.8 دي 21 كام؟ 21 اللي فوق دي 21 لا اللي تحت 21 ماشي تحت 21 طن واللي فوق 19 18 18% طن باشمهندس لو سيحت الاحمال بتاع ال واحد نعم؟ هو ايه واحد؟ هو ايه اللي واحد؟ 2.8 في الاول واحد فين الواحد؟ ده واحد لا واحد مش واحد اضرب من واحد اطلع اقل منها لو سرحنا الاحمال المركزه دي وتعاملت معاها لان ده بيقول 4 على 8 مش هتدي نفس الدرجه اكيد بتاع المساله بس عادي لو اشتغلت فيها؟ لا مش عادي بس انت ليه ليها تعمل عشان الوقت بقى. الموضوع مش صعب قوي. لا انت لو ما جربتش المره قلت لها تخلص. المشكله انك مجرب في الامتحان. كده يا شباب. هتساوي كام؟ 18 18. كام؟ 18 18. 18 18. ده نص 4 على 10. نعم؟ نص 4 على 10. فين النص 4 على 10؟ هي الشيل اللي هي 2 من 4 نص بوينت 4 الموزع الحجم الموزع نص بوينت 4 ايوه دي بوينت 4 ايوه بس انا جاي مش نايم انت ركز معايا مش كاتب انا برضه مستغرب ان الشيل قريب جدا من 7 و 4 7 متاكد في حاجه ثاني؟ انا مش نايم في حاجه ثاني؟ سبعة عايز تغير طبعا ده؟ اه مظبوط كده؟ عارفين انا عارف كل ده بختبر بس انتوا صحيين ولا احنا المفروض نتشاف الله يبلغ صح؟ الله يبلغ نفس الفكره بالظبط تمام؟ انت عندك برضه احمال هنا كده ماشيه على السرنجر انا عاوز اسوء مكان الاحمال دي هتبقى ماشيه فيه تجيب لي اكبر برضه كام؟ اكبر حمل على ايه؟ على الكروس جيرف تمام؟ فهلاقي ان انا عندي الاحمال بتاعتي هنمشيها ازاي بقى؟ احط هنا الحمل المركز 12 ونص يمين 12 ونص وشمال 12 ونص هفضل حمل تاني احط يمين او شمال مش فارق معايا يبقى هفضل هنا كام؟ 12 ونص طبعا يبقى كده عندي المسافات 1.8 او 1.6 1.6 في 2 بيساوي كام؟ 3.2 من 6 يفضل لك مسافه طبعا نحط هنا بوينت 8 يفضل لك هنا مسافه كده اقدر احط فيها البوينت او الاربعه طلع المتر الايه؟ الطول نفس الموضوع هنا بوينت 8 بتقول لي هنا مسافه كبيره كده الحمل اللي هو بوينت 4 طلع على المتر بالطول تمام؟ المسافه دي قد ايه؟ والمسافه دي قد ايه؟ دي 2 صح؟ ودي كام؟ ده يبقى 3.6 صح؟ 3.6 بقى اخد الاحمال دي واحاول اجيب الاكس بس انا كل اللي عاوز اجيبه عاوز اجيب الرياكشن اللي هنا بتاع الاحمال دي عشان بعد ما اجيبه ارده تاني هنا على الكروس جيرد ارد احل المسافه بتاع الكروس جيرد صح ولا غلط؟ يبقى احنا عندنا في الضيق كود عاوز اجيب الار اللي انا برسمها دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ السرنجر ودي ايه؟ الكروس جيرد دايما اقول لنفسك كده وانت بتحل عشان ما تتلخبطش. ادي ده كده 12 ونص
وهنا يمنها 12 ونص 12 ونص تاني وهنا كده 12 ونص وهنا احنا نوزع 4 وهنا احنا نوزع 4 طن على متر طول طن على متر تعرف سرير الارض ده فلازم ترسم انفرنس لاين بتاع الرياكشن احنا عارفينه هنا الواحد تنزل شمال تنزل يمين تمام هنا دي قيمه واحد تعرف تجيبه كام ولا لا المسافات عندك فوق اهي هتجيب لك قيم ادي دي القيمه الاولى دي القيمه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه القيمه دي هتساوي 0.6 0.7 3 القيمه دي 0.7 3 وانت 4 7 وانت 3 30 مليون ماشي نجيب الار هتساوي 4 في النص كويس 4 في المسافه 4 4 امال لو انت 4 مش دي دي المسافه تعمل ابو انت 4 مش انا خايف من 4 بونص عشان الراجل ده وانت ماينس عشان بتعدل عليك ماشي 4 في نص كام المسافه دي هي 3 6 من 10 في 6 من 10 تمام زائد الاربعه الثانيه بالمره 4 في نص المسافه دي اللي هي 2 في بوينت 3 33% او 33000 اللي هي 33000 زائد 12 ونص افتح قوس بوينت 7 3 في 2 زائد 1 زائد بوينت 4 7 تمام كده؟ وما ده يطلع كام؟ 42 27 42 ماشي 42 بوينت 3 طبعا يبقى كده جبنا ايه؟ الرياكشن كل اللي هعمله ان انا اجيب الرياكشن ده احطه على الكروس جردر نفس الكلام هنا بالظبط يعني حتى ممكن نمسح دي كده انت في حتى في الامتحان مش لازم امتحان بتعمل دي مرتين ممكن تجي فوقيها كده يعني تخلي دي في الاخر وتجيب الار الاول بتاع اللايف نوت وترسم دي وتيجي راسم فوقيها الحمل بتاع اللايف نوت مع نفس كل حاجه نفس كل حاجه يعني حط الحمل بتاعك اللي هو 42 بوينت 3 42 بوينت 3 42 3 42 بوينت 3 هتلاقي بقى ان انت عندك الشير او الاول الام لايف لود هيساوي كام؟ 42 بوينت 3 افتح قوس الحمل بتاعك تبقى بوينت 8 او بوينت 9 بوينت 9 زائد 1.8 زائد او كل ده كده في 2 هيساوي والشير لايف زود هيساوي عندك برضه 42 بوين 3 افتح قوس بوين 8 زائد بوين 6 زائد بوين 4 زائد بوين 2 طبعا الرقمين دول بعد ما جبتهم المفروض اضربهم في الامباكت فاكتور اللي هو 1 زائد الامباكت فاكتور 1 زائد الامباكت فاكتور في حاله الكروس جردر بتساوي نفس القانون بالظبط بس ال ال ايه هي اللي بتتغير. ال ال هنا هتساوي 2 وقيمه البي تمام؟ انت عندك البي دي كلها هتساوي 8 و9 من 10 ال ال 1 4 1 زائد الامباك احنا كل اللي عاوزين ال ال قيمه ال ال 1 يبقى ال ال 1 هتساوي كام؟ هتساوي 2 وقيمه البي وابدا اعوض هتلاقي ان القيمه دي هتطلع لك في المساله 1.27 يبقى انت عندك الام دول هتساوي ايه؟ الام دي دول اللي احنا لسه جايبينها من شويه تمام؟ زائد 1.27 في الام لايف تمام؟ والشير نفس الموضوع الشير دي دول زائد 1.27 في الشير لايف والام فتيك خد الام لايف زائد الام يعني اضرب في الامباكت الاول 1 زائد الامباكت اضرب في الام لايف عشان تجيب الام فتيك الال 1 كانت لسه ثابته كده 2 زائد 2 في البي اه 2 في البي غير الاسترنجر الاسترنجر كانت ال بتاعت الاسترنجر زائد 3 في حاله الانحسام تمام هنا 2 في في حاله المين جردر الطول كله الطول بتاع المين جردر اللي هي 24 ماشي وتقدر اعتقد سهل حاجه بس اخيره كده قبل ما اكمل واخش على بعض احنا دلوقتي في الحاجه اللي انا عملتها هي كده اللي انا عملته دلوقتي ده في حاله الطبيعي دول انا افترضت حاجه افترضت ايه؟
افترض اننا القطرين ماشيين واحد جاي واحد رايح الاثنين بيعدوا عند نفس اللحظه وبيكبروا ده ممكن يحصل ماشي ده ممكن يحصل لو عندي تراكات طب لو عندي ثلاث تراكات لو انا طبقت نفس الحاجه دي كده معناه ان انا بقول له ان الثلاث قطوره هيتحركوا في نفس اللحظه يعني هيك واحده رايحه والثاني جاي والثاني رايح مثلا كلهم هيحصلوا الاختلاط ده هيحصل كل واحد مره واحده فين فور كوبري ده احتمال ضعيف شويه تمام فبالحاله دي بناخد الحمل الثاني يعني لو عندي بقى اكتر من تراك نفس حجوز ده خالص هل دي كل ما تتقدم في الدراسة والحاجات يعني لو عندي دلوقتي بكاميرا دي كروس جارد تمام ادي ده اول تراك ثاني تراك عندي ثلاث تراكات ماشي كود قال لك خد الاول والثاني اكبر ما يمكن اللي هو الار كلها يعني خد هنا الار احتمال لو انا عندي الفيديو بس اللي موجودين ماشي مفيش مشكله ممكن فعلا يصادف القطرين يعدوا في نفس اللحظه عندي على الكوبري لكن لو معايا تراك تاني الاحتمال يضعف شويه فاخد هنا نص الار ونص الار لو عندي اربع تراكات قال لك لا الاحتمال هيضعف خالص خد ده بنص الار والتراك اللي بعده خده كام؟ ربع الار لو عندي خمسه ربع الار هكذا بقى طول ما انت ماشي نستعمل الحته دي طيب كده هنستفاد بيها برضه الحته بتاعت البيت بتاعت المجال